جابكوا هنا. صباح الخير، ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. انا عارف ان انا طبعا بدايه الفيديو كانت بشتوي، بس انا لقيت الدنيا حر بصراحه فما طقتش نفسي. النهارده انا متحمس قوي يا جماعه، لان النهارده المفروض هنروح مكان اسمه ميناء الدوحه القديم. المكان ده بقى يا جماعه بصراحه من ساعه ما جيت الدوحه وانا كان نفسي اخشه. ليه عمر عايز تخش المكان ده بالذات؟ حتى يا ابني هاتي يا اسطى، بعمل مقدمه يا اسطى، ما عندكش ده ايه يا الغطاطه بتاعت عمر؟ ايه الغطاطه اللي انت فيها؟ ليه يا عمر هتروح بقى المينا بتاعت الدوحة؟ عشان هناك يا جماعة في مكان، المكان ده مفروض فيه أكتر من 80 نوع أسماك، ومن ضمن ال 80 نوع أسماك دول لأن هناك في سمك قرش يا جماعة. يعني أنت متخيلين إحنا نشوف سمك قرش على الحقيقة، اللي هو أنت هتبقى شايفه قدام عينك. وغير طبعا سمك القرش في هناك اللي هو المحار، أنواع سمك مختلفة تماما. طبعا مش أسماك من اللي إحنا بقى بنربيها في البيت، لا، أسماك اللي هي بتبقى في المحيط والكلام ده. فبصراحة أنا متحمس أوي فيديو النهاردة يا جماعة، لأن بصراحة حاجة زي كده أنا عمري طبعا ما هشوفها في حياتي، فلازم هذه الفرصه ونروح نزورها. رغي كتير ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده، انزلوا اشتركوا في القناه، تعالوا الجرس عشان ما عادش فاتك حاجه على ال 2 مليون. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم في المحتوى الفتره اللي فاتت يا جماعه، بجد كومنتاتكم بتفرق معايا قوي، واظن في تطوير في المحتوى، ما حدش بيصور لكم الحاجات الجامده دي. ومن غير رغي كتير يلا بينا عشان ما نتأخر. دلوقتي ميناء الدوحة. ميناء الدوحة ده يا جماعة بقى مش بس فيه أسماك، ده بص كده ليه يا بوحة؟ ساعتك بتكلمني؟ مش بس ميناء الدوحة هنا فيه أسماك يا جماعة، ده احنا كمان فينا لانشات بقى ومراكب وبتاع. هصور لكم دلوقتي حرفيا المنظر يبهر. مكان زمان شغال يا جدعان، مليان فيه جيت سكيز ولا العربية هي اللي بتتركب. يا محمود مش هتنط ولا ايه؟ يلا يلا بسرعة. بصوا يا جدعان المنظر عامل ازاي، اقسم بالله العظيم المنظر جامد بمعنى الكلمه. مش عارف ده عباره عن زي، طب دي ايه يا جماعه؟ زي غواصه. ده غير بقى ان انت بعد ما تخلص هنا وتبص ورا كده تلاقي المنظر اللي وراك ده. بص السفن، بص المراكب. انا عن نفسي ما بعرفش افرق بين اللانش والسفينه والمركب، بس اللي اعرفه ان الشكل ده جامد قوي. طبعا فينا ممشى بقى، الممشى ده كله عشان تبدا تخش بين المراكب والسفن الحاجات دي. بص يا جدعان لان العسل دي، بس عالي ليه؟ شكلها عسل يا جماعه. ايه عايز اكل؟ مفيش هنا اكل والله، ما عندناش اكل. لسه محمود انت فيه؟ عجبتك؟ شكلها عسل يا جماعه. لا ده انت كده بقى، انت كده بتدلعي. خلاص انا ومحمود اخويا خدنا صور جامده، وقت تنزل على الانستجرام بتاعي عمر احمد 446. لا احمد 446 الانستجرام بتاعي في الوصف. المهم دلوقتي يا جماعه زي ما شفتوا احنا كل ده اصلا في المنطقه اللي فيها اليخت وفيها اللي هو يا عم الحاج، يلا يا عم الحاج، احنا ناقصين لمخه في الكلام. عمرك سالت نفسك اليخت ازاي بيجي من المينا وبينزل ازاي على الميه؟ ده اللي هوريه لكم دلوقتي. زي ما انتم شايفين اهوت، يعني اليخت هنا موقفينه على حاجات زي خشب بتاع دي، المفروض انها بتشيل اليخت وبتنزله الميه. ان كمان المكان ده زي مغسله لليخوت والحاجات كده. طبعا عايز اقول لكم ان كل ده احنا لسه في اول المينا، بس احنا عندنا النهارده تصوير كتير قوي في المينا، لان طلع الموضوع اكبر ما انا متوقع. بصوا يا جماعه حرفيا في كل مكان فيه يخوت، بصوا يعني كل مكان هتلاقي فيه يخوت جنبك حرفيا. خلصنا وجينا دلوقتي على مكان جامد قوي في المينا. طبعا المكان ده بقى يعني على طول، يعني انت عايز تشوف الابراج بتيجي المكان ده. ده عباره عن زي جنينه طويله، طبعا دي حاجات للاطفال وكده. بص يا جماعه احنا برضه عاملين لك جيم. محمود اخويا والجيم. ايوه يا محمود اجمد يا وحش. طب البتاعه دي بتقف ازاي؟ مش عارف اوقف الموتوسيكل يا لهوي. حرامي انزل يا حرامي، هيموتوا يشغلوا البتاع فاصل. بس يا ابني سيبه البتاع دي، سمكة قرش هناك. حرام البتاع زمان. عايز اقول لكم بقى وصلنا مكان تاني. المكان ده حرفيا من اكتر الاماكن اللي انا استغربتها. اللي متخيلين يا جدعان الفندق السبع نجوم اللي ورايا ده هو حرفيا مش فندق، ده
عبارة عن سوق سمك. سوق سمك ده سوق سمك يا جماعة، اقسم بالله العظيم انا حسيت ان انا في فندق. بص بقى المنظر اللي قدامه ده، بجد بجد انا مستعجل. طبعا في هناك زي الدقر اللي هو بيبقى في المينا ده، فاحنا هنروح لان المكان ده بيفكرني في تركيا، فيلا بينا. بص يا جماعة بص الطير فوقينا بالظبط. قابل بالبعرة محمود. يلا محمود اتحداك تلمس واحدة يا محمود. خلاص 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 سيبك، خلاص سيبك يا دراعي البارد. قلنا لها اكل كل، يلا يلا ازاي ياكلوا الاكل يا جماعة من تحت كده. يا جدعان خلصنا المينا كلها، المفروض بعد الوقت ان احنا هنروح المكان اللي هناك ده. طب يا عمر هتروح المكان اللي هناك ده ليه؟ عشان ده المكان اللي المفروض اللي احنا جايين له اصلا من الاصل، اللي هو المكان اللي فيه الممشى بتاع الاسماك. يا محمود جاهز؟ يلا بينا. واخيرا يا جدعان عملناها، خلاص المبنى قرب هناك اهوت. يلا يلا ناخدها سباق سباق. حاسس ان احنا جايين لوحدنا يا جماعه، مفيش حد حرفيا، يعني المفروض هو ده المبنى والناس قالوا لي مفتوح، بس مفيش حد غير ده ومحمود. يا رب يدخلونا. اخيرا وصلنا، شكل المكان من بره جامد. عايز اقول لكم ما عادش قادر حرفيا، بس يلا كل ده عشان نصور لكم وعشان برضو بصراحه استمتع، يعني انا عايز اشوف الاسماك دي. يلا بينا يا جماعه. جينا المكان بتاع الاسماك، في محرفه يا جماعه، كلنا حاطين شاشات. طبعا هنا بيتكلموا عن الصقور، لان انا في قطر طبعا تربيه الصقور منتشره جدا، وبالنسبه لهم دي احلى يعني هوايه عندهم. هنا بقى عندك حوض السمك كبير، طبعا الاسماك هناك اهيت. كل حاجه في المينا حلوه بصراحه، ولكن المكان بتاع الاسماك ده هو حلو، ولكن مفيش اسماك كتير، يعني مفيش اسماك كتير، وده بسبب غلطه مني للاسف، وهي ان المكان اللي انا المفروض رايحه في مينا ثانيه، وانا لسه مكتشف حالا. يعني المكان اللي انا رايحه في مينا اسمها مينا حمد، انما احنا هنا في مينا الدوحه القديمه، وكده مفيش سمك. والله يا جماعه انا زعلان، انا مش زعلان على ان انا ما لقيتش اسماك، بس زعلان مش المشوار ده كله. الفكره بقى دلوقتي يا جماعه ان انا هرجع ازاي، يعني كل اللي انا مشيته ده هرجعه ازاي؟ حرفيا الحوار صعب، احنا مشينا كتير قوي. ما تزعلش يا محمود، خلاص يا محمود ما تعيطش. ما تعيطش يا محمود. يا جدعان لقينا ايه؟ لقينا الباخرة الكبيرة اللي كانت في مونديال قطر. طبعا الباخرة دي يا جماعة كبيرة جدا، يعني انت هناك ممكن تاخد لك اوضة فيها، زي ما انتوا شايفين انتوا متخيلين قد ايه ان هي فيها اوض، متخيلين يا جدعان حجم البشر بالنسبة للباخرة قد ايه؟ حرفيا حرفيا كبيرة بطريقة انتوا مش متخيلينها. انا واقف قدامها بجد، يعني انا واقف كده انا حاسس ان انا صغير قوي بالنسبة لها بصراحة. سامعين صوت التلاكس بتاعها يا جماعة؟ صوتها جامد، بس صوتها بصراحه صدعها لدماغي. الناس هنا كلها على الكورنيش حرفيا قاعده تصورها، لان بجد منظرها رهيب. وكمان انا جاي بقى في وقت وهي داخله المينا بتاعتها، انا هفضل معاها حرفيا لحد ما تخش. المفروض انها تبقى قريبه مننا جدا لما نقف هنا، فاحنا هنروح هنا بحيث ان احنا نبقى شايفينها من قريب قوي، هتبقى لازقه فينا حرفيا. الباخره زي ما انتم شايفين قربت ودخلت في المينا، شوف كميه الناس اللي جت بجد يا جماعه، حجمها رهيب رهيب رهيب. طيب رجعت من المينا، صورنا هناك فيديو حلو قوي بصراحه، ولكن للاسف يعني بعد ما كنت ارجع مبسوط من المناظر والحاجات اللي شفتها، جيت اتعكننت بخبر الحمد لله، هقول الحمد لله، واي حاجه تصيب البني ادم وحشه لازم يقول الحمد لله على كل شيء، فالحمد لله على كل شيء، وانا راضي يا رب باي حاجه. طبعا يعني قبل ما اقول لكم الخبر الوحش، ان انا في حيوانات ماتت عندي، يعني زي بوتشر وسيد، وحرفيا من ساعتها ما الحيوانات دي ماتت، يعني ورغم ان انا متعلق بيهم جدا الحمد لله، الواحد يعني بيصور وبينزل وكل حاجه، لان في الاول وفي الاخر ده قدر وده نصيب، دي حاجه ربنا كاتبها، الموت كده كده كلنا هنموت، فلازم ترضى وتقول الحمد لله. طبعا انا معايا صاحبي، يعني هو حاليا بيراعي المزرعه وكده، وللاسف جالي خبر منه ان ولاده لوكا كلها نازله ميته، او بمعنى اصح ان لوكا سقطت. الخبر زعلني قوي. طبعا كلكم عارفين قبل كده ان الخلفات اللي فاتت كانت برضو كلاب نازله ميته، النهارده يجي لي خبر ان لوكا سقطت، يعني قبل ما تخلف سقطت، انتوا متخيلين؟
فبصراحه انا ما اعرفش السبب من ايه، رغم ان انا يعني رحت وكشفت عليها وعملت لها سونار ولقيت انها في بطنها جرو وعايشين، وما رضيتش انزل الفيديو بصراحه، قلت يعني عشان العين وكده، لما تبقى تخلف هبقى اقول لكم. طبعا بقى مش ده بس اللي حصل يا جماعه، اللي حصل اسوأ من كده، ان انا كنت بعد ما سمعت الخبر ده قلت الحمد لله، ولكن الحوار وصل ان لوكا كانت كمان هتموت، بس الحمد لله برضو ربنا ستر وربنا انقذها. يعني انا كنت بتواصل هنا مع الدكتوره اللي بتابع معاها على طول، والحمد لله الحمد لله يعني ادانا لها حقن طلق عشان تنزل الجرو الميته في بطنها، والحمد لله يعني لوكا حاليا كويسه ما تقلقوش عليها. ولكن طبعا يعني اي حاجه بتحصل من دي لازم اطلع واقول لكم عشان برضو تبقوا عارفين الدنيا، وخصوصا ان في ناس كتير منكم بتسالوا عمر ايه المزرعه عامله ايه في مصر وبتاع. اكيد انا متابع المزرعه، واخويا هناك الكبير وصاحبي هناك وصحابي كلهم هناك، ف يعني اكيد انا اللي هناك بالظبط. ولكن يا جماعه والله العظيم الواحد يعني مهما يكون حد جنب حيواناتك، انت جواك برضو عايز تكون جنبهم. في نفس الوقت انا كعمر وحشتني مصر قوي، وحشتني حته ان انا ارجع اصور في المزرعه، ان انا اقوم هناك مع اصحابي، الكلام ده كله اللي هو حياتك اللي هناك. طبعا انا كده كده ومن اول يوم دخلت في البلد دي قلت لكم يا جماعه انا جاي هنا زي ان احنا نغير محتوى، يبقى نعمل حاجه جديده، نصور عادات وتقاليد جديده. ولكن في الاول في الاخر احنا كده كده لازم نرجع مصر، لازم نرجع مصر بسبب ان انا عندي مزرعه هناك، عندي كليتي هناك. وطبعا الكلام ده كله قلته اول في فيديو في فلوج السفر اللي انا كنت منزله. انا بعد الخبر ده زعلت جدا يا جماعه بصراحه، مش هكدب يعني انا زعلت قوي قوي قوي، ولكن راضي الحمد لله على كل شيء. الزعل ده للاسف يبقى غصب عنك بقى يعني ما تقدرش، ولكن انا الحمد لله الحمد لله راضي بقدر ربنا. طيب ليه عمر بتسجل الفيديو ده؟ اولا بسجل الفيديو ده عشان اقول لكم الخبر ده، تاني حاجه بسجل الفيديو ده عشان اوضح لكم انا مسافر ليه. انا مسافر عشان زي ما انتم شايفين هنا لما انا جيت قطر بدأت اتصور اكتر واعمل وانزل فيديوهات اكتر، واكيد انتم ملاحظين ده. ده بسبب ان انا غيرت الروتين. انا كنت الاول مثلا بصحى من النوم بطلع المزرعه بروح كليتي، بصحى من النوم بطلع المزرعه بروح كليتي، فالموضوع بقى روتيني، فبقيت ما بصورش. فلما كنت في مصر رغم ان المزرعه في بيتي وان انا اصور كل يوم، لا الحوار وصل انه روتيني والافكار بقت شبه بعضها، فما بقتش اصور. ولكن طبعا لما انا سافرت حرفيا هنا جيت اولا عمر بقت نفسيتي احسن، ثانيا شفت حاجات جديده ومناظر جديده فصورتها لكم، غيرنا المحتوى الى حد ما. ولكن في الاول وفي الاخر احنا لازم نرجع المزرعه، وان شاء الله نرجع ونستمر احسن من الاول. ولكن لما ارجع كده المزرعه ارجع وانا مبسوط، خلاص خرجت صورت فيديوهات اكتر، عملنا حاجه جديده، فارجع المزرعه انا بصور برضه حاجات جديده واتحمس اكتر ان انا اصور المزرعه، لان احنا غبنا عليها فتره. وخلاصه الكلام يا جماعه، هو في حاليا قرارين في دماغي ولازم اثبت على واحد فيهم. ايه اللي انا او ايه القرار اللي انا هاخده؟ انا بصراحه يعني طلع في الفيديو ده اقول لكم ساعدوني اخد القرار، او القرار بمعنى صح خلوه في ايديكم انتوا، لان انا كعمر يعني انا هدفي او فرحتي كلها في ان انا اصنع محتوى اصور فيديوهات، فانتوا شوفوا المكان اللي انتوا حابين اكمل فيه وقولوا لي. انا كعمر دلوقتي معايا خيارين، اول خيار وهو ان انا معايا افكار هنا في البلد اللي انا فيها اصورها وبعدين ارجع على مصر. في خبر تاني اللي هو افكني من الافكار دي وارجع مصر اصور، يعني اللي هو على طول بعد الفيديو ده ارجع مصر مني، اللي هو ما اصورش الافكار. وبيني وبينكم ده القرار اللي انا مايل له اكتر، حاسس ان عايز ارجع مصر، حاسس انها وحشتني قوي، برغم ان البلد هنا والله جميله وكل حاجه، ولكن في الاول وفي الاخر دي بلدك، ده المكان اللي انت بتصحى تصور فيه، ده المكان اللي انت بتعمل فيه محتوى، فجواك ليه حنين اكيد، صحابي حاجات كتير قوي يا جماعه هناك يعني، فاكيد لازم كده كده هرجع، ولكن انا وحشتني مصر ده انا عايز ارجع دلوقتي والله. فالقرار يا جماعه بصراحه يعني هقرا الكومنتات بتاعتكم بعد ما انزل الفيديو ده، يعني الفيديو ده هنزله على طول باذن الله، فهقرا كل كومنتاتكم، واسف لو زعلتكم، فما تنسوش تكتبوا كومنتاتكم كلها عشان هقراها، بحيث تساعدوني ان انا اقعد هنا فتره وبعد كده اسافر مصر ولا اسافر مصر على طول، اكتبوا لي تحت في الكومنتات. واسف ان انا زعلتكم بالخبر اللي حصل في المزرعه، لكن يعني الحمد لله على كل شيء قدر ربنا. وبس كان معكم عمر احمد، اشوفكم الفيديو الجاي، السلام عليكم.